قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله
أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته. فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى سيعلمون من أضعف ناصرا ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي